السلام عليكم أصدقائي، شفنا المقطع اللي انتشر أخيرا اللي بيه إنسانية عظيمة واللي بيه معنى العفة ومعنى الكرامة ومعنى الاحترام ومعنى التقدير وأصول الشارع ومعنى العمل الحقيقي، إنه أنا اليوم شلون أتعب وشلون أحصل رزقي بجهدي وبتعبي وبعرق جبيني. هذا الرجل الطيب انتشر المقطع الفيديو، كان يبيع ماعين على الرصيف زين عيني، وجاء واحد وقال له هاي 5000 وانطيني ماعون واحد. قال له هذا عمل اجرامي، هذا انا شلون حرام، هذا ما حد بيسويها، شلون اخذ فلوسك وانطيك ماعون واحد؟ فاترك الكلام لك، هل هو هذا الكلام كان تمثيل او متفق عليه ام كان حقيقي؟ لا والله من اعماق القلب، من اعماق القلب، واحترام للانسانيه. دائما دائما احب الاحترام للناس والتقدير، وحتى لو جاء من غير محافظات الى بغداد. نعم نعم. وحتى نعم. اساعد الاجانب يعني اللي يزورون العراق اقلل، وهاي اشتغلت بحاجات زينه تتعلق بالحياطين بالسقوف. بيدك اشتغلت؟ لا، قسم اشتغله بايدي وقسم شو اسمه اشتري من السوق. نعم. هسه حال الحاضر انا اشتري من السوق وازيد، اشتري حاجه من السوق وازيد عليها وابيعها. زين، اقدر اقدم لك انا هديه؟ تقدر تاخذ هديه؟ لا والله، هدايا وفلوس وغير اشياء ما اخذ.